جالك عروض كتيره، سمعنا عن عروض ليك جات لك بره، ابرزهم ايه وليه ما حصلش؟ ابرزهم انا عندي 17 سنه ما كنتش فاهم حاجه. ماشي. كنت بعد كاس العالم جالي ريال مدريد. انا مش قادر اصدق. تخيل والله وقاعد انا معاك دلوقتي مش عارف بقى ان انا ايه تواضع ازاي. زمانك ما انت مراقول والناس مش هرد عليك غير والله العظيم. انك عايش في مدريد في على البحر. كان زماني دلوقتي انا قاعد مع ناس ثانيه مع سيدورف بنرغي. ريال مدريد عندي 17 سنه بدليل ان ساعتها واحنا بعد كاس العالم هاني سعيد راح اودينيزي لو تفتكر. واشرف مزيد راح اودينيزي فيورنتينا اودينيزي اول حاجه بعد كده مشي منه وراح باري ايطالي بعد كده راح سويسرا بعد كده لف لفه بقى كده هاني يعني. فكان في الوقت ده بس انا ما كنتش مدرك وكان ساعتها الاحتراف ما كنتش فاهم صغير وابويا قال لي التعليم وحاجات كده ايه كانت على قد فهمي ساعتها يعني. ماشي. ده كان ابرز حاجات. وانا بقى طبعا لما كبرت جالي عقود احتراف بصراحه وانا كنت قلق وجات الاصابات فرقت معايا. في اي مره في مشوارك الاهلي اتكلم معاك؟ اكيد طبعا كتير والله. طبعا طبعا يعني كتير. طبعا في كذا مره يعني ساعه التجديد ويعرف ان عادي انت طبعا كان بيكلمني اصل النادي الاهلي نادي كبير. مش عايزه كلام بس حصل كبيرة. حصل طبعًا. حصل اكتر من مره حصل طبعا كتير وكان ردك كل مره هو هو نفس الرد. انت بتيجي ممكن تسمع وتسمع الكلام والعروض ودرجه العروض ممكن تبقى تريبل في الوقت والله. ده كمان اصل انا هكلمك هديك مثال لتريبل. 2003 كان عقدي بينتهي في نادي الزمالك وكنا احنا من 2000 ل 2004 كنا احنا الابطال في كل البطولات تقريبا وكان الاهلي محتاج يجمع فرقه. ماشي. وكان ساعتها بيجمع فرقه اللي هي بتاعت 2005 من 2003 بقى. ماشي. بيجمع فرقه بتاعت اللي هي وصل لها 2005 اللي هي تريكا وبركات وخماسي الاسماعيلي وتريكا والحاجات دي كلها. ففي الوقت ده كلموني علشان ان انا ابقى موجود وكان بتريبل السعر بتاع ناديك. رفضت ازاي؟ تيجي عند ساعه الجد تلاقي نفسك زملكاوي وتلاقي نفسك الخطوه دي كبيره ممكن تسمع. ماشي. من ناس وتسمع الحاجات وتزغلل عينك وصغير في السن عندك 23 سنه لكن عارف تحس ان بيتك نادي الزمالك وتشيرت وتتخيل حاجات كده تحس انها مش سهله واول ما النادي بقى يجي يجدد معاك وبسرعه تلاقي نفسك بتجدد ومبسوط وتبدا تشتري بقى ان على المدى الطويل انت ابن النادي وبعد ما تبطل ابن النادي عشان كده انا اتضايقت 2009 ان انت اشتريت النادي اكتر مره في مواقف كتيره كان مهم ان انت تحميني تحميني بشكل مهم يعني لان احنا بنشوف دلوقتي النماذج اللي يقول لك لا يا عم الكوره احتراف انا همشي انا جالي 2 مليون زياده انا جالي 10 مليون زياده انا همشي. ففي الوقت ده كانت فلوس السعر قال لك كانت قريبه من نفس القيمه تقريبا. فاهم قصدك بس في الاخر القصه اكبر من الفلوس. يعني هقول